بالحقيقة أنا كنت ناوي أفتح معكم موضوع اليوم بالفندق، بس طالما الكل هون خير البر عاجل. شو الموضوع؟ خير إن شاء الله. مثل ما بتعرفوا صار لنا زمان عم نشتغل سوا، وتطور هالشغل لشراكة وصداقة كمان. أنا حابب إذا بتسمحوا لي قوي هالعلاقة يلي بيناتنا. مثل ما بتعرف أبي متوفي. إيه الله يرحمه. تعيش. وإذا ما عندكن مانع أنا حابب إني أبعت أمي وأختي لعندكن مشان موضوع فيه خير. أهلين فيك وبكل حدا بيجي من عيلتك، بس نحنا في عنا بنتين. بنت مين من ولادي يلي بدكن تطلبوها؟ بنت هزار ولا جيهان؟ لأني سريان بنت السيد هزار، بدي أطلب إيدها على سنة الله ورسوله. ريان لكان؟ قلت لي ريان لكان. معقولة تطلب إيد البنت هيك فجأة؟ بعدين قلي كم مرة شفت حفيدتي ريان لحتى تطلب إيدها بهالسرعة؟ سيد ميران، شفت بنتي عم تتعرض لحادث، قمت ساعدتها وجبتها على البيت، بتشكرك كتير. استضفناك وشربناك قهوة، بتقوم انت بتفاجئنا بطلب ايدها؟ شلون هيك؟ معك حق تستغرب شوي. ايه بس هي مو اول مرة بشوفها لبنتك سيد هزار. كنت رح افتح الموضوع معكن اليوم، بس شاءت الظروف انه نتقابلهم. أعطينا شوية وقت لنفكر وناخد قرار ومنخبرك بهالشي بعدين يلي بتشوفه مناسب. مع السلامة. ابني أزاد وصل ضيفنا على الباب. مثل ما بدك جدي، تفضل. في حدا بيطلب بنت بهالطريقة؟ لازم يتعلم العادات والأدب. مزبوط كلامك جيهان، أنا تفاجأت ما توقعت هالشي أبدا، بس منعذره على قلة خبرته، هو مانو ولد سيء. أنا ما إلي حق أحكي، بس ما بعرف إذا مزبوط نفوت الشخص اللي عم نشتغل معه على عائلتنا. بكرة إذا ما اتفقنا معه ما فينا نقله نقلع. بصراحة أنا كأب مبسوط بهالشي، يعني بشوف ميران صهر بيليق بعائلتنا. طبعا الكلام الأخير لأبي. مزبوط كلامك هزار، ميران بيليق ليكون صهر لعيلة شاد أوغلو. أنا موافق نعطي بنتنا، بس راح نعطيه حفيدتي يارين. يارين أبي؟